عندنا تقرير عن كيف تداولت الصحف المغربية مباراة أو فوز النادي الأهلي على الوداد امبارح. نشوف التقرير ونرجع مع حضرتك. بلا شك أن ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك الوداد البيضاوي المغربي في عقر داره باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء بلقاء الذهاب في الدور قبل النهائي من بطولة دور أبطال إفريقيا أحدثت ضجيجا كرويا على نطاق واسع في قارة إفريقيا وعلى الأخص في مصر والمغرب، كما انهالت الصحافة المغربية بالإشادة والغزل فيما قدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وتفوقه على نظيره الوداد البيضاوي المغربي في مباراة أشبه ما تكون من طرف واحد، في إشارة إلى أن المارد الأحمر قد وضع قدما في المباراة النهائية. لخصت صحيفة المنتخب المباراة بعنوان لعنة الفراعنة تصيب الوداد أمام الأهلي، وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن البداية كانت صادمة بهدف أحرزه محمد مجدي أفشه لاعب الأهلي إثر خطأ قاتل من يحيى جبران مدافع الفريق المغربي، وأوضحت أن اللعنة لم تصب الوداد فقط في الشوط الأول بالهدف المباغت الذي سكن مرماه، ولكن في إهدار فرصة التعادل من ركلة جزاء تصدى لها البارع محمد الشناوي. وأوضح التقرير أيضا أن الوداد عانى الأمرين من ثلاثة عوامل كانت قاتلة، الأولى أن دفاعه كان فوق نار مشتعلة وكان قابلا للانفجار في أي وقت بسبب النقص الفظيع الذي عانى منه لغياب أهم مدافعي، والعامل الثاني يتمثل في معاناته مع النقص الكبير في اللياقة البدنية والمعنوية في آن واحد، ثم العامل الثالث وهو خيارات مديره الفني على مستوى خط الهجوم لإبقائه على كزادي على دكة الاحتياطي. وعنون موقع رياضي مغربي في نسخته العربية عن المباراة قائلا الأهلي يسقط الوداد ويقترب من نهائي دور الأبطال، وأشار التقرير إلى أن الأهلي أسقط الوداد بلا رحمة واقترب من نهائي دور أبطال إفريقيا، ووصف أداء الأهلي ولاعبيه على الأخص محمد الشناوي بالعظيم نظرا لتصديه لركلة جزاء احتسبها الحكم الزامبي جاني سيكازوي مشكوك في صحتها لكن أهدرها بديع أوك. وأشار التقرير ذاته إلى أن يحيى جبران مدافع الوداد ارتكب خطأ ساذجا أمام محمد مجدي أفشا تسبب في اهتزاز شباك الفريق البيضاوي بهدف مبكر. كما تحدث موقع البطولة عن تعثر الوداد تحت عنوان الوداد يتعثر أمام الأهلي ذهابا على أرضه ويعقد من مأموريته إيابا، مشيرا إلى أن أبناء الدار البيضاء بدأوا بداية مخيبة بعد استقبال مرماهم هدفا بخطأ لا يغتفر. وأشار التقرير ذاته إلى أن خط دفاع الوداد بدا متفككا طوال أحداث المباراة ولم ينجح في التعامل مع هجوم الأهلي، كما امتدح تألق الحارس الأمين محمد الشناوي مشيرا إلى أنه منع الوداد من تسجيل هدفين. وبعنوان هزيمة مفاجأة غير متوقعة عنوان موقع لوماتان المغربي خسارة الوداد أمام بطل مصر في تقرير مقتضب عن المباراة، حيث أكد التقرير أن الوداد تلقى هزيمة مفاجئة أمام الأهلي، وانهال الموقع المغربي بالإشادة بأفكار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، وأشار إلى أن الأهلي كان الأحق بالفوز. وأبرز موقع هيبا بريس المغربي انتصار الأهلي على الوداد تحت عنوان الأهلي يخرج بفوز مطمئن من ملعب الوداد، وأوضح التقرير أن الأهلي تفوق على الوداد في النتيجة والأداء، مشيرا إلى أن المدرب الأرجنتيني جاموندي المدير الفني للفريق البيضاوي بدا فاقدا للحلول. أبرز موقع شوف تي في المغربي خسارة الوداد من الأهلي تحت عنوان الأهلي المصري يقسو على الوداد بثنائية نظيفة ويلحق به هزيمة مذلة، وأشار تقرير المباراة إلى أن نادي القن نجح في تسجيل هدف سريع في أول 5 دقائق من المباراة عن طريق نجمه محمد مجدي أفشا مستغلا خطأ فادحا من اللاعب يحيى جبران. ووصف موقع هيسبورت الرياضي المغربي هزيمة الوداد بثنائية أمام الأهلي بالانتكاسة، حيث أشار التقرير إلى أن الأهلي تمكن من مباغتة الوداد مبكرة ونجح أفشا في هز الشباك سريعا في 5 دقائق الأولى من اللقاء. وأشار الموقع في تقريره إلى أن الأهلي واصل سيطرته وإحكام قبضته على مجريات اللعب في الشوط الثاني
وفي المقابل استمر لاعبو الوداد في خوض دقائق الشوط الثاني بمردود ضعيف قبل أن يسجل علي معلول الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء.